الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة درعا تفيلالت أعلنت على مباراة توظيف تقني من الدرجة الثالثة، مهندس دولة من الدرجة الأولى، جوج مهندسين دولة من الدرجة الأولى. ثم حددت نهار 29 غشت 2024 آخر أجل لإيداع ملف الترشيح، إما مباشرة بمقر الوكالة وعن طريق البريد للعنوان ديال الوكالة بمدينة الراشدية. ملف الترشيح كيتكون من طلب خطي لاجتياز المباراة، نسخة من السيرة الذاتية، نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني، نسخة من الشهادة والدبلوم المطلوب، الشواهد التي تثبت التجربة المهنية، التصريح أو نسخة من التصريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الشروط المطلوبة هي الجنسية المغربية، سن 45 سنة، توفر على الدبلوم والشهادة المطلوبة في التخصصات ديال الهندسة المدنية وديال الهندسة القروية والمياه. بالتوفيق للجميع. المفكر المغربي يحييكم ويضرب لكم موعدا قريبا بإذن الله.